من المعتصم الذي حرك جيشا عرمرما من أجل مسلمة صفعت على وجهها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا ولم تحرك من أجله جيوش. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تسام رسول أهل العزائم. لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب من أجل ما حصل اليوم. تعرف الصادق من الكاذب.